معكم ليمني سعيد من اتحاد تاهلا اخشان للتضامن. كنستنكروا هذا، كاين عندنا اليوم واحد الوقفه احتجاجيه مع الاخوان، مع الجمعيه ديالنا والاخوان الاخرين، على حسب السنكار ديال على منطقه سوس مسادرة، على جميع المشاكل اللي كاينه تما. وكاينه واحد المسيره سلميه ان شاء الله اللي كنقوموا بها اليوم، كنستنكروا فيها ما يقع بالمنطقه، ونتمناو من الله نلقاو استجابه من المسؤولين ومن الجهات المعنيه. عبد الطيف والسلمان، رئيس اتحاد الجمعية التنموية لأمن، وعضو في التنسيقية ديال المجتمع المدني لتفراوت. اليوم جينا في اليوم التاريخي اللي كنحتجوا على مجموعة من الإشكاليات اللي كتعيشها منطقة السوس. المسيرة الاحتجاجية الهدف منها هي رفع الإشكاليات اللي كنعيشوا في السوس. الإشكالية الأولى الريع الجائر اللي الرحال قاموا بمجموعة ديال الاعتداءات، كذلك راه قاموا بمجموعه ديال السلبيات فيما يخص الزراعه الاراضي ديال الساكنه، كذلك بالنسبه للملكيه، بالنسبه للملكيه لتحديد الملك الغابوي، هناك اشكاليه لان المندوبيه الساميه اعتمدت واحد الضرائب قديمه جدا راجعه لعهد الاستعمار، تحت اعتماد هذه الضرائب كتحتوي على اراضي ديال الساكنه. كذلك خنزير بري اللي تفاقمت جدا الظاهره، ولات كتشكل ضرر كبير على الساكنه وعلى الاراضي ديال سوس. كذلك استغلال المعالج. جينا اليوم كنطالبوا بالسلطات الوصيه على الاشكاليات تاخذ الاجراءات اللازمه لمعالجه هذه الاشكاليات. السلام عليكم، معكم ابو هري حفيظ، رئيس جمعيه تايور تشزركين. تشزركين جات من جماعه تسريد قياده امن دائره تبراوت عماله اقليم تيزنيت. تسريد حنا كنعانيو من هذا الرعي الجائر، جابوا داروا لنا المراعي، حنا المراعي ما باغيناهمش، وكاين التعبير وكاين الرحال وكاين كيتعداو. تهضرتي معاهم دابا كيجيبوا غير كيجيبوا، ما كيجيش العائلات الرحال، كيجيبوا غير قطاع الطرق وكيعطيهم باش يرعاو، لان كما قلت لك قبيله هادو الناس اللي جينا راه في الصحراء ولا في هذا كيجيبوا الجحافل ديال الجمال وديال الحشاك الخمير وديال الغنم، وكيرعوا في اراضي الناس فابور، واللي كيسمى داك الشيء تيبيعوه، ملي كتهضر معاه تيجبد عليك الزراوط والمواسم وداك الشيء، شحال واحد تعداو عليه، شحال والناس مشات معاهم المحاكم ومشات ارضك، وكتطلب لك الدوله الشهود، وكتطلب لك شهاده طبيه، وكتطلب لك هذا الارض ديالك. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، مصطفى الجاسيفي، امين مال اتحاد تاهلا اخشان للتضامن، دائره تفراوت اقليم تاهلا اقليم تيزنيت. كنددوا هاد سميتو هاد الراي الجائر اللي كاين في منطقه سوس عامه وفي تاهلا خصوصا، وكنددوا هاد التدخلات ديال هاد الرعاة اللي كاينه، وبالنسبه للملك الغابوي وبالنسبه للمشاكل ديال التعدين. هناك اربع نقاط راه مذكوره في التنسيقيه اللي قايمه بهذه الحمله هذه ديال الوقفه الاحتجاجيه، وان شاء الله حنا كنتمناو تكون مسيره سلميه وتلبى الرغبات ديال جميع الساكنه تسوس خاصه. ليمني عبد الرحمن، كاتب الكاتب العام لتاهلا اخشان للتضامن. حنا كنستنكر ما وقع في سوس بالنسبه لهذا الشيء اللي وقع، وبالنسبه بالنسبه للخنزير، بالنسبه للملك الغابوي. وحنا في هذه الوقفه ان شاء الله حنا كنساندوا كاع جميع الطاقات، وما بغيناش يعني شي حاجه اللي خارجه على القانون، وكنطلبوا الحقوق ديالنا تما ان شاء الله باش تكون، وما ويعني حتى شي واحد ما يتمس. وحنا الحمد لله في هذه الوقفه الاحتجاجيه غادي تكون وقفه احتجاجيه سلميه بمعنى الكلمه وبالنظام، وكنطلبوا بالحقوق ديالنا. والسلام عليكم. معكم محمد الطالب، رئيس اتحاد تاهلا اخشان للتضامن.
احنا اليوم ان شاء الله فهاد المسيره ان شاء الله وهذا الوقف احتجاجي اللي كتقوم بها تنسيقيه ادرار نساند المجهودات الجباره التي يقومون بها. بطبيعه الحال هذا موضوع جد شائك وخذا واحد الوقت طويل جدا لان على مدى 17 سنه وهم يناضلون في هذا الاتجاه حول ظاهره اللي هي ماشي طبيعيه، ظاهره التسيب، ظاهره استغلال الاراضي هي في الحقيقه تاريخيا في ملكيه مجموعه من الضواوير، مجموعه من القبائل، مجموعه من هذا. اذا هناك ظاهره واشكاليه كبيره في هذه المساله، يجب على الحكومه حكومه السيد عز الدين العثماني اتخاذ قرارات عاجله للحد من هذا النزيف الذي لا زال الى حد الان مستمرا ولا زالت تداعياته تقريبا هي وصلت يعني وصلت اليوم لهذه المسيره المليونيه بالدار البيضاء. يوم امس كانت بالرباط، قبل ذلك او بينهما كانت في تيزنيت. يعني يجب الحد من هذه الظاهره، هي كما قلت ظاهره ديال الحلوف هو معروف، هذه ظاهره معروفه منذ القديم، ظاهره الرأي الجائر الذي اصبح الان يهاجم حتى الضواوير، يهاجم حتى الساكنه. هناك ظاهره ديال الملك الغابوي التي لم تحدد معالمها بعد، هناك مشاكل عويصه في هذه الاتجاهات هذه. اذا احنا اليوم من منظورنا القانوني بطبيعه الحال لان انا رجل قانون، هذه مساله يجب ان تحل عن في طريق او عن طرق او القنوات القضائيه والقانونيه، و لا نحمل المسؤولية لأي طرف لأن الدولة كما هو في علمنا قامت بعدة حملات للتحسيس بضرورة التحفيظ العقاري على الأملاك. كان هناك تهاون كبير من طرف الساكنة، هذا يجب أن نسجله، ولكن حان الوقت اليوم لوضع واحد المقاربة قانونية قضائية جد مستعجلة للحد من هذه الظاهرة. لا نحمل المسؤولية لأي طرف، ولكن يجب التفاوض في الاتجاه الصحيح وليس المساوفة وليس المماطلة وليس تعطيل هذا الملف. هذا الملف جد حساس، يجب على الحكومة اتخاذ ما يجب اتخاذه بشأنها، لأن كما قلت اليوم نحن في مسيرة مليونية، غدا المسيره قد تتحول الى شيء اخر لا سمح الله. احنا معروفين طبعا المغاربه بالنظام والانتظام وهذا، ولكن نكرر من زاويتنا القانونيه ومن زاويه اتحادنا اتحاد تهالى إغشان للتضامن على ان جميع الاطراف يجب ان يتخذوا موقفا ايجابيا سليما وليس مساوفا وليس مماطلا لحل هذه المشاكل. وبها نهزم اعادي تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.